والخبيز ديال الدار راني عجنته وما شربتوش معاكم. المهم ما طولتش عليكم، قلت كيما قلت لكم هذا الفيديو خفيف ظريف، المهم شاركت معاكم الغديوه ديالي سلام خوتي خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين؟ مع الصحه اموركم مزيان؟ نبداو بصلاتنا على نبينا الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. خواتاتي اليوم هنايا جيت بغيت ندوز معكم هذا الروتين، المهم ديال النهار ديال الغديوه ديالي خفيف ظريف. هنايا عندي اللحم وشلطت عليه شويه البصله، القزبره ومعدنوس، واحد جوج دروسه ديال الثومه ومليحه وشويه الزيت صافي. ودرت عليه شويه الخرقوم او الكركم، شويه البزار، معلقه كبيره ديال القزبر حبوب، معلقه ديال السكنجبير، وواحد شويه القرفه وصافي. وهنايا راه حدايا شويه الفلفلات هي تتشوى، باغي ندير معايا شويه شلايضه صافي، وخلي جوج يتشحر مزيان البنات. واموركم نتوما يا مزيان. وهنايا درت شويه المروزيه ديال اللحم، ايوا صافي، درت الكوكوط ديالي تتشحر. وهنايا خواتاتي، المهم واحد الفيديو عير خفيف ظريف ما طويلش بزاف احبابي. وصافي هنايا تنشوي الفلفله، راه حاطه حدايا تنشوي فيها. المهم اختكم سعاد يدك ويدك، وهادشي اللي كاين الغديوه البسيطه، غديوه ديال وليدات الشعب. المهم غادي نخضرها بشويه السلاوي وشويه البطاطا وخيزو، واحد المريقه دجاج غزاله ومدغمره، وغادي تعجبكم تاكد. غديوه ديال وليدات الشعب نيت، والله الا غديوه بنينه جات تبارك الله. ايوا خو، المهم داكشي اللي درتو راه غادي نشاركو معاكم فهاد النهار ديالي. صافي اختار نحرك داك اللحم مزيان، وتحياتي لخوتي المغاربة داخل المغرب ولا خارج المغرب ومن طنجة حتى القويرة، وجميع جميع الدول العربية شكرا لكم، والكومنتيرات الزوينة ديالكم اللي تتقولوا في حقي، وشكرا لخوتي وخواتاتي، حيت هنا نعدي هنايا رجال وعيالات وعندي وليدات وبنيات، الله يحفظكم ليا كاملين. ونتمنى من الله تبارطاجيو القناة ديالي كملوا الفيديو حتى الاخير. وهنا هانتوما الشوربة ناقصة على اللحم، وخليتو تشحر مزيان حتى ولات المريقة تتبان لكم مدغمرة عاد، باش غادا ندوز نلوح عليها داك الخيزو. داك الخيزو انا قررتو رقيق بحالو كيك، تيعجبني بحالو كيك، تيطيب دغيا دغيا، وتيحكي واحد المنايضر تاني، منايضر زوين ماشي طروفة كبار، ماشي بحال حتى في الطاجينة تندير ليه هكا. وهنا راه كنت مطيبة الما صافي، غادي نسد عليه هو خيزو. والخضرة غلات يا البنات والله إلا غالية، الله يلطف بينا. هنا راه أمي ما حدايا تتحرك معايا إيوا هادشي اللي كاين. المهم هنا جاب ليا سلاوي جديدة تبارك الله، غزالة والله إلا، واحد السلاوية جديدة. إيوا صافي هنا تطاب شوية اللحم معاكم، عارفين دغيا دغيا الحيمات ديال الماعز دغيا دغيا طابو. هنا راه قرد داك السلاوي وعاد رميتو، غرمي معاه البطاطا صافي، وغادي نسد عليه الكوكوط. المهم الغديوة راه غديوة بالزربة بالزربة طابت، حيت كنت باغي نخرج الدراري. المهم خرجنا ضرب فينا شوية البرد لجنب البحر وصافي. ايوا قلت علاش لا نديكم معايا وقع في الطريق وما نخليكمش بمورايا، دائما نديكم معايا فين ما مشات خشكل ساعات نديكم معاها، علاش لا. نتوما الصراحه الصراحه العائله الكبيره ديالي وخوتي وخواتاتي وكلكم كلكم راكم عزاز وغاليين، والله يحفظكم لي احسن متتبعين واحلى واغلى متتبعين عندي، الله يحفظكم لي. وهنايا راني رميت ديك البطيطه صافي مع الكوكوط، انا عندي هاد الكوكوط صغيره، اما الكوكوط الكبيره خاسره، درت عيد الكوكوط الصغيره. وهنا درت واحد جوج طروفه ديال الحامض مصير،
ايوا صافي، وسديت الكوكوت ديالي طيب شويه، ودابا راه طابت. عاد غادي ندوز رمي الزيتون الاحمر، كنت مرقداه في شويه الماء صافي، ودابا عاد رميته وطفيت الكوكوت صافي باش يطلق على خاطرو صافي. ودزنا حطينا الغديوه ديالنا، واللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال يا ربي. اخواتاتي داكشي الواحد باش ما كان يديباني بيه. وهنا الغديوه ديالي شتوها كيفاش جات، جات غزيره تبارك الله. ما نقول لكم على الشكل ديالها والمذاق ديالها، غزيره. الانسان ياكل الخضيره علاش لا، علموا وليداتكم الخضره. الخضره راه زوينه ومفيده وخا غلات. وهنا درت شليضه بالمطيشه والبصله والفلفله صافي، والهريسه الطبيسي ديال الهريسه ديالنا، والخبيز ديال الدار راني عجنتهم ما شربتوش معاكم. المهم ما طولتش عليكم، قلت كما قلت لكم هذا الفيديو خفيف ظريف. المهم شاركت معكم الغديوه ديالي وخريجه خفيفه علاش لا، نتوما العائله ديالي اي حاجه درتها راه تنشاركها معاكم. هادشي اللي كاين احبابي. ايوا هنا راه غادي نمشيو نتغداو وبصحتنا وبصحتكم، واللهم اديما نعم وحفظها من الزوال. اللي تتجهد تسمح لينا، واللي تتوحم حتى هي خيركم في داركم، ثم مالين الجوده والجيده والموجوده. ايوا بصحتنا وبصحتكم. وهنايا راه كنا غاديين في الطريق، ايوا صورت لكم في الطريق هنايا. ايوا هادشي اللي كاين الدنيا هنايا، الله يرحمنا بالشتي. والدنيا كرمات في الجناب ديال هادي، راه في الطريق ديال عين عتيك، هاد البحر اللي تنمشيو ليه حنايا. سميتو تيبالدور، المهم قريب ما بين الصخيرات وما بين نهر هورا. غزال تبارك الله هو اللي تنمشي ليه انا دائما، تيعجبني على وديت الدراري الصغار، واخا يعوموا فيه واخا. المهم ما تتخافيش عليه، تبقاي مطمئنة عليهم. هادشي علاش انا تنمشي ليه، ما غاداش تبقى حاضيه ها، ما تبقى ماشي بحال البحر اللي فيه الماج، تبقى حاضيه. هنا كاينه واحد البلايصه خاصه بديال الدراري الصغار، تيعوموا فيها كبار وصغار وزوينه، ما تخافيش عليهم. وهنا هذه راها سوق الاربع، هذه هي البلاصه ديالها، الطريق ديال سوق الاربع. عاد تندوروا على الطريق، عاد تنشدوا الطريق ديال البحر. ايوا هادشي اللي حبايبي، قربت عندكم شي مدرسه، شي دخول المدرسه صافي. حيدنا من العيد الكبير، جا حيدنا من عاشوراء، من طعرج المانك، دابا جاي المعقول نيت. والله الا جاي اخواتي تدق المعقول نيت، الكتوبه والمقلامات، وجري عليا نجري عليك نوضي الصباح جدي وجيبي للمدرسه. ايوا الله يعطيك الصحه والسلامه والرزق وطول العمر، هادشي اللي تنطلبو اخواتي والله الا، والصحة وهي كل شيء. هادشي اللي كاين كل شيء تيفوت. وهنايا مع الحد تكون الطريق شوية عامرة، داكشي علاش. وهادي هي الطريق ديال عين عتيك، شديناها دابا، خرجنا من الطريق ديال من ديال النور وديال سوق الاربع، شدينا دابا راه حنا في الطريق ديال عين عتيق. وهذه راه الطريق ديال هرهوره، الطريق ديال البحر. الدنيا غزيره تبارك الله، تتعجبني انا هاد الجنب البحر، نبقى غاديه فيه والله الا زوين. والدنيا نقيه تبارك الله، المغرب ديالنا زين، والله يحفظ مالكنا، والله يشافي لينا ويطول في عمره، والاسره العلويه كامله كامله، والسلام والراحه والاطمئنان لخوتنا وخواتاتنا وجميع جميع جميع الدول العربيه. وهنايا راني شديت لكم عين واحد المقيطع صغير ديال البحر، شتو كيفاش تكون عامر نهار الحد. المهم حنايا تغدينا في الدار، عاد مشينا صافي. المهم عاد ضربنا دويره في جنب البحر، المهم ضرب فينا الغربي وصافي، نبدلنا شويه الجو، الواحد يبدل شويه. وسعاد خصكم قلت نديكم معايا، نتمنى من الله كيما دخلت لدياركم تدخل لقلوبكم، وما تملوش من خشكم سعاد، وبارطاج قناتي، ودمتم في رعاية الله وحفظه.